Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sa'uqaddimu lakum tahta al-mawdu' ahwal al-ijtima'iyyah wa diyanah fil Arab qabla maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ismi Muhammad Faris bin Muhammad Azhar, rakam talaba 11191303, KKA1. المقدمة من حيث اللغة الجاهلية هي كلمة مأخوذة من كلمة الأساسية جاهل والكلمة المشتقة جهل والتي تعني غبي ومدلل أو جاهل. المقصود هنا هو مجتمع الجاهلية في شبه الجزيرة العربية قبل 1500 عام، وهو مجتمع متخلف من حيث الأخلاق والاجتماعية. المجتمع الجاهل لا يشير إلى المجتمع الجاهل بمعنى نقص المعرفة والحضارة، بل إلى القيم البعيدة عن الحقيقة الفطرة الإسلام. مجتمع الجاهلية مجتمع متخدر للغاية، كعصر مملكة سبا كمرجع لحضارة عربية ناجحة. المجتمع العربي الجاهلي هو جاهل فقط من حيث الدين وليس في جوانب أخرى مثل مجال الأدب أو الهندسة التي تقدم فيها منذ فترة طويلة. So the true meaning Arab Jahiliyah is a society that is backward in terms of morality and social. Ignorant society refer not to ignorant society in the sense of lack of knowledge and civilization, but to value that are far from the true instinct of Islam. واصف أهوال الاجتماعية. كان المجتمع العربي قبل الإسلام مجتمعا قبليا لا يعترف بأي سلطة عليا سواء العشيرة، وانتشرت فيهم العصبية التي تجعل التماسك بين الأفراد والتضامن على أساس القرابة ورابطة الدم، وكانت القبيلة ضمن لنصرة المظلوم ورفع الأذى عن أبنائها الذين يدينون بلولا إلها وتأخص بسعرهم إن قتل منهم أهدا. والحاكم في قبيلة هو شيخها وحكمه نافذ على أفراد القبيلة. وهناك العديد من العوامل التي ساعدت على وحدة المجتمعات العربية قبل البعثة، منها العصبية للقبيلة والنظام السأر والمشايعة أو شراكة الناس في المراعي والأراضي والماء، وتخالفات التي كانت تنشأ بين القبائل المتوافقة على أساس ضم المصالح المشتركة. So the social condition is the Arab society before Islam was a tribal society, not recognizing any higher authority except the clan, and spread among them the asabiyah that make cohesion between individual and solidarity of the basis of kinship and blood association. أهوال الديانة. فالمشركون الذي كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي شريعة إبراهيم، مهملين ما أتت به من مكرم الأخلاق، وكثرت فيهم المعاصي، ونشأ فيهم على توالي الزمن ما ينشأ في الوسنين من عادة وتقليد تهري مجري الخرافات الدينية، وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسة والدينية تأثيرا بالغا جدا. أما اليهودية الدين الذي مارسته الجاهلية العربية قبل الإسلام، أخضر هذا الدين من قبل النبي موسى وله كتاب مقدس التوراة، ومع ذلك فقد غير بني إسرائيل محتويات هذا الكتاب لتحقيق مكاسب شخصية، بحيث يعتبر هذا الدين الشرك لأنه يكره الله. أما النصرانية هذا الدين كما تم منخرفات من قبل رجال الدين من دين، على الرغم من أن الله كشف الإنجيل ليسوع
إلا أن أتباع هذا الدين غير محتواه الأصلي. يعرف أتباع الدين الأصلي للمسيح بلقب الكتابة، وأما سائر أديان العرب فكانت أهوال أهله كأهوال المشركين. So the politicians who claim to be in the religion of Abraham were far from the order of Abraham, neglecting what they had brought. So for Judaism, the Israelite changed the content of this book for personal gain, so that this religion is considered polytheism because it repeats God. As for Christianity, the follower of the religion changed its original content. Adherent of the original religion of Christianity as known as Crib. As for the other religion of the Arab, the condition of their people were the same as those of the polytheists. الدليل أهوال الاجتماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سورة المائدة verse 50. The meaning is the judgment of the pre-Islamic ignorance they seek. Who could be a better judge than Allah for people of sure faith? Second, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. سورة الفاس verse 26. Remember when the disbeliever had filled their heart with pride, the pride of pre-Islamic ignorance, then Allah sent down His serenity upon His messenger and the believer, inspiring them to uphold the declaration of faith, for they were better entitled and more worthy of it, and Allah has perfect knowledge of all things. أهوال الديانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لله دين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورة الزمر verse 3. Indeed, seems devotion is due only to Allah. As for those who take other lords beside Him, saying, "We worship them only so they may bring us closer to Allah," surely Allah will judge between all regarding what they differ about. Allah certainly does not guide whoever persists in lying and disbelief. Second, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. سورة الزُّخْرُفِ verse 87. If you ask them, O Prophet, who created them, they will certainly say Allah. How can they then be deluded from the truth? رأي العلماء أبو الحسن علي الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بانفطاط المسلمين الذي كتبه فصله الأول بعنوان المناقشة العصر الجاهلي زمن الجاهل ووصف عصر الجاهل أهل القرن الأول والثاني عشر الميلاديين الذين نسوا إلههم ثم نسوا أنفسهم ونسوا نهاية سقوطهم كما فقدوا الحكمة وفقدوا القوة للتمييز بين الخير والشر تم نسيان تعاليم الأنبياء انطفى النور الهادي الذي أضاءه الأنبياء فكان النور ضعيفا جدا وغير قادر على إنارة قلوب الأفراد ناهيك عن إنارة البيت أو البلد. Abu Al-Hasan Ali Al-Nadwi say he described the age of the ignorance, the people of the 1st and 12th century who forgot their God, then forgot themselves and forgot the end of their fall, also lost wisdom and lost the strength to distinguish
between good and evil. The teaching of the prophet were forgotten, the guiding light of the prophet were extinguished, and the light was too weak to illuminate the heart of individual, let alone the house or the country. أمثلة وتطبيقات في علاقات الحالية. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق حدم النكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم. وكان من معروف أهل الجاهلية أنهم كانوا يعدون بين الزوجات نغير حد معروف ينتهي إليه حتى هددها القرآن في أربعة. وكان الطلاق ورجعة بيد الرجال ولم يكن لهما حد معين حتى هددهما الإسلام. ثانيا الإسلام دين الطبيعة يعني الدين الذي يتفق مع غرائز الإنسان الذي يريد العبادة وصلاة إلى الله. الإسلام دين طاهر وشامل يشمل جميع جوانب الحياة. إن الإسلام وحده هو الدين الحق ووافق الطبيعة. لذلك يجب أن نعترف بالحقيقة ونؤمن بالإخلاص بوجود وطبيعة كمال الله سبحانه وتعالى. So when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam come, the marriage he destroy the nikah of Arab Jahiliyah kulluhu. So they become the nikah of Islam today. Sanian, Islam is a pure and inclusive religion that encompass all aspect of life. In Surah Ali Imran, Inna Dina Indallahi Islam. Hadza faqat.